يعني كل شيء ما خلونا معالم بيها للموصل، الموصل أم الأنبياء، يعني معروفة بالكتب وبكتب التاريخ الموصل أم الأربعين نبي. نبي السلام الله عليه فجر أعتقد يوم 18/6 برمضان. كان يوم حزين، الموصل كلها حزنت عليه. خسارة كبيرة لا يمكن إحصاؤها حقيقة، خاصة في الجانب الأيمن من المدينة. كان العدد يفوق 80، ولكن بعد تحرير المدن في محافظة نينوى والأحياء تباعا تبين أن العدد كبير وهائل. الآثار تعني لأهالي مدينة الموصل وأهالي المناطق اللي فيها آثار قديمة، تعني تاريخنا وحضارتنا وكل ما يعني نملكه في هذه الآثار، وكل شيء تعني بالنسبة للمواطن الموصلي والمواطن العراقي. هناك أيضا الممتلكات الخاصة وخاصة بالعوائل الموصلية التي لا زالت تحتفظ بجزء لا غير يسير من تراثها العريق، أيضا لابد من الاهتمام بهذا الجانب. أضرار كبيرة جدا يعني تحتاج إلى تكاتف الجهود الحكومية والدولية لإعادة تأهيلها وإنقاذها وإسعاف ما تبقى منها. تقسيم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية إلى 9 أقسام، هذا التقسيم ضروري جدا حتى نميز كل موقع أثري، حجم الضرر اللي صار به والاحتياجات اللي يحتاجها كل موقع، وبالنتيجة راح نقدر نقيم أيضا المصادر المادية أو الأموال الكافية لإعادة إعمار هذا الموقع مع إمكانية إعماره أو لا. لا يستطيع المواطن الموصلي بمفرده حمايتها، وإنما تكاتف الحكومة والمجتمع المنظمات الدولية ومنظمات الأثرية لحماية وإعادة تأهيل الآثار. العديد من الناس يعتقدون بأنه تهريب القطع الأثرية هي فقط القطع الأثرية من المتاحف، ولكن حتى وصلت بهم بأنه يسرقون قطع أثرية مثبتة في الجدار. نهائيا ما شفنا أحد لحد الآن يهتم بالسياحة والآثار أو أي شيء تهدد.